اللهم صلي على محمد وآل محمد. السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ إن شاء الله كل بخير وصحة وعافية. اليوم طبعا تعزية أكيد بحلول شهر محرم الحرام، نعزيكم ونعزي الأمة الإسلامية ونعزي شيعة أمير المؤمنين والمسلمين جميعا باستشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه، وإن شاء الله العادة اللي كل سنة إحنا أحياء ذكرى استشهاد الإمام كل سنة وكل عام تتجدد وتزيد أكثر وأكثر. اليوم سويت طبعا ثواب وثواب زلابية، وإن شاء الله هاي فكرة تنفع لأصحاب المواكب اللي عتن مثل معاتم عتن قرايات، إن شاء الله هاي الفكرة يستفاد من عتها. طريقة زلابية وطبعا هي سهلة وسريعة بس يراد لها ضبط مقادير وشغل مضبوط، إن شاء الله تنجح ويا أي واحد يريد يسويها. هسه أول ما أبدي وأقول بسم الله الرحمن الرحيم أبدي بالشيرة. هسه هنا سويت مقدار شيرة كبير، يعني حجم كبير، جذر كبير، فسويت بهاي القلاصات الكبار، خليت 5 قلاصات شكر كاملة وقلاصين ونص ماي، بالضبط 5 قلاصات شكر وقلاصين ونص ماي، وراح أخلي لمن دوزي. هسه تشوفون خاشوقة شاي صغيرة، وطبعا هاي هنا الكمية كبيرة، يعني تقريبا هسه أنا سويت من كيلو طحين، أقل من كيلو طحين تقريبا بالمئتين قطعة أو أكثر من 200 قطعة. شوف هسه هنا اللمن دوزي خليت خاشوقة شاي لمن دوزي بس، راح أحركها زين وأخليها على الطباق تقريبا يعني من بداية الغليان، يعني الفور مال الجذر 7 دقائق، يعني مو أخليها على الطباق طباخة وأقول مثلا ظلت 7 دقائق وأنزل الجذر، لا، يعني من أول ما يبدي يغلي الجذر أحسب 7 دقائق 8 دقائق وأطفي النار، أو أنت تعرفين مثلا شلون الشيرة هي الزلابية تصير الشيرة مالتها ثقيلة، وهنا خليت هيل طبعا اختياري شو تحبين تخلين خلي. خليته يفور 7-8 دقائق، وطبعا شيكته يعني اختبرت الشيرة، خليته شوية شي قطرة وبإيدي مثل بردتها وشفت شلون تصير اللزجة، أريدها بالزلابية تصير لازم بيها شوي ثخن. هاي هنا من بعد ما بردت الشيرة هسه أجي على العجينة. العجينة طبعا قلت لكم هاي هنا مقادير كبيرة وأسوي بهاي السطلة الكبيرة، وإن شاء الله أكتب المقادير ملات القلاص الواحد، يعني المقدار بقلاص قلاص نشا وقلاص طحين، راح أخليهن إن شاء الله بأول تعليق، اللي حاب يسوي الطريقة قليلة أخلي له بأول تعليق وإن شاء الله تشوفونه بالطريقة المضبوطة. هسه هنا تقريبا كيلو نشا وشيلت من عنده شوية، يعني كيلو نشا ما استخدمته كامل، أقل من كيلو نشا. شوفوا هذه السطلة مالتي هي هاي القياس اللي راح أقيس بيها كل المواد، الطحين النشا الماي. مهم ضبطين المواد بنفس القياس. هاي هنا سطلة ثانية طحين، طحين صفر أي نوعية، فاخر مثلا طحين الرحمة هذا الوزن، يعني حسب حساب انه انت مثل وراها تختمر فخلي الماعون كبير. وهنا خاشوقة خميرة، وهنا عندي رشة ملح، رشة ملح خفيفة يعني مو أكثر. هسه اخلط هاي المواد الناشفة سوية واجي اقيس الماي بنفس السطل اللي قست بيه هاي المواد الطحين والنشا. راح اخلي قلاص وربع، العفو راح اخلي سطلة وربع او سطلة ونص، اشوف بعدين من يختمر هم اشوفه اذا ثقيلة اخلي له شوي ماي، اذا ثقيلة يعني انت يكون يعني شوفون هسه الشغل مالتي، يعني العجينة أريدها بالشكل اللي هسه تشوفون أنتم على مود ينضبط عندي بالشغل. هسه شوف ايش قد خليت سطلة وتقريبا أقل شوي من النص. هسه أخلي هاي المواد سوا وأجي أعجنها زين. طبعا هسه هاي هنا المشبك اليدوي هذا راح أعوفه لح أشتغل بإيدي، لأنه بيه تكتلات وبيه يصير فصوص، فأحاول هاي كلها أذوبها وما أخلي أي شيء. شوف هاي بإيدي شي أفت كل شيء بحيث يصير الملمس ناعم وشلون الروبة الثخينة. شوف هاي العجينة هي اللي أريدها بالزلابية، هي من تختمر هم راح تثقل، يعني ما راح تظل هيك سائلة، هم راح شوي تثقل
عجنتها زين، وهسه راح اغطيها، راح اعوفها ساعة كاملة، راح اتركها ساعة كاملة، كل ربع ساعة اجي احركها، يعني كل ربع ساعة راح اصرع بيها مثل فقاعات هاي مات الخميرة، فاحركها بهذا المشبك اليدوي على مود اطلع كل الهواء اللي بيها. شوف هاي الحركة هيك دائرية، هي هاي تطلع لي الهواء. بالقلي راح تصير عندي الزلابية، قطعة الزلابية ملسة وما بيها هيك فقاعات، فيصير شلون زلابية السوق. لا تحاولين يعني خاصة إذا أنت مبتدئة أو أول مرة، لا تسوين كمية كبيرة، سوي بقلاص على مود تضبطينها، وإن شاء الله من تنجع عندك تقدرين تكثرين شوي شوي المواد. هاي طبعا كمية كبيرة، هاي أسال العجينة تشوفونه تقريبا فوق 200 قطعة. هسه بيش راح أصبها؟ راح أصبها بهذا العلبة مالت هاي المايونيز أو علبة الكاتشب، يعني أهم شي شوف الفتحة مالتها هي هيك تصير بهذا الحجم، أو مثلا بطل ماي تردين هيك تطينا فتحة من النص من الغطا ماله، وتجين تصبين عجينة الزلابية. هسه طبعا فرشت برا وراح اقلي، لانه الكميه كبيره فما اقلي داخل البيت، الدنيا حاره، فراح اقلي برا اخلي على المشعل اول ما افرغه بجك، وبعدين اجي افرغه بهاي العلبه مالت المايونيز او علبه الكاتشب. طبعا هنا صارت وياي شغله ما ادري تفاجأت بيها، الصب يعني انا مصوره بس طلع عندي طريقه الصب ما طلعت عندي، يعني ما ادري شلون بالنقال انحفت. فالمهم الطريقه قلت لكم راح اتركها باول تعليق، هي بالضبط ومقدار صغير وتقدرين تضبطينها وبراحتك، بس هنا من بعد ما اقليها راسا مباشره اخليها بجذر الشيره. يعني اغطسها بالشيره واطلعها بالصينيه، تسحب الشيرة مالتها بحيث تصير، بس إذا باردة ما يصير، مجرد أن تطلعينها من الزيت تخلينها بالشيرة الفاترة العادية، يعني مو الزلابية حارة والشيرة حارة، لا لازم وحدة من عتن باردة. اليوم سويت ثواب لأنه موجود موكب، فعندنا موكب فالناس كل من يجي يسوي شنو اللي يحب وشنو موجود عنده، فأنا سويت اليوم زلابية، وهي عادة طبعا عندي كل سنة أسويها للمواكب، وألف عافية علي ياكلها، وحبيت يشاركوني بهذا الفيديو، وإن شاء الله للفائدة ووصفة أو فرشي إنه واحد هم مثل ما يقولوا إنه يتعلم ويسوي بهيك شغلات، وما أقلكم القرمشة مالتها تجنن. ولهنا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو، وأقلكم مع ألف سلامة.